السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هيكون معانا مراجعة على جهاز ويزمي اندوموتور. المراجعة دي من اكتر المراجعات المحببة لقلبي، لان انا بصراحة من اشد المعجبين بالجهاز دوت، والحاجات اللي بيقدمها في الفئة السعرية بتاعته يعني تكاد تكون مستحيلة. اول موتور ينزل بالاوبشنز اللي موجودة في الموتور دوت والحاجات اللي هنقولها دلوقتي بفئة سعرية متوسطة او بفئة سعرية معقولة جدا لاي حد حابب يبدأ شغل بالاندو موتور. فانا بصراحة من عشاق الجهاز دوت، وسعيد جدا ان انا اول حد يعمل ريفيو عليه في الوطن العربي. برضو الريفيو بتاع النهاردة سبونسر من شركة جدة للمستلزمات الطبية في بنها مصر. هسيب لكم الرابط بتاعها لو انتوا حابين ان انتوا تتواصلوا معاها بخصوص الجهاز في اي وقت. هيكون الرابط في الديسكريبشن تحت. طيب تعالوا بقى نبص بصة سريعة على الجهاز والملحقات اللي بتيجي معاه وطريقة تشغيله وايه الحاجات المميزة اللي تخليني اقول ان الموتور دوت حقق معادلة صعبة جدا في فئة سعرية يعني تكاد تكون متوسطة. طيب تعالوا نشوف كده الاندو موتور بتاعنا. والجهاز بصراحة مش أول مرة يتفتح، لأن أنا شغال بيه تقريبا بقالي شهرين، ولكن أنا حبيت أجربه فترة كافية قبل ما أتكلم عنه. وبصراحة الجهاز ما خيبش ظني فيه. أول حاجة بتيجي مع الجهاز اللي هي اللي هو الإيه اليوزر مانيوال دوت. طبعا بيجي معاه حاجة جديدة أو مميزة ما كانتش بتنزل مع المواتير قبل كده، اللي هي السيليكون سليفز، اللي هي البروتكشن بتاعت الجهاز او الحاجه اللي بنستخدمها عشان نعمل انفكشن كنترول. طبعا دي ما كانتش بتيجي معايا ماتور او ما كانتش بتنزل مع الماتور، كنت بتشتريها منفصله زمان. كمان اوتوكلافابل، يعني دي خارجه من الاوتوكلاف، دي انا استخدمتها اوريدي وخارجه من الاوتوكلاف، ما بيحصلش فيها اي حاجه في الاوتوكلاف، فهي ديورابل جدا والكواليتي بتاعها ممتاز جدا. يعني انا معجب جدا بصراحه بان حاجه بالكواليتي دي جايه مع جهاز في الفئة السعرية دي. كمان بيجي معاه اللي هو الدول فانكشن واير. الواير دوت بيوصل الجهاز بالبوميدنت ايبكس لوكيتور بتاع نفس الشركة من هنا عن طريق المدخل يو اس بي دوت، علشان يديني اللي هو الدول فانكشن او يديني القراية بتاعت القناة اثناء الميكانيكال بريبريشن. الجهاز كمان بيجي معاه الكيبل بتاع الشحن يو اس بي، اي كيبل يو اس بي عادي خالص، وشاحن زي بتاع الموبايل، شاحن يو اس بي زي بتاع الموبايل. كمان بيجي معاه كونترا انجل 1 to 1. فبصراحه يعني الجهاز يعني اكبر مميزاته ومن اكتر الحاجات اللي طمنتني ليه وخلتني اقبل عليه ان قطع الغيار بتاعته او الحاجات اللي عرضه للتلف فيه موجوده بسهوله جدا في السوق. يعني اي هاند بيس 1 تو 1 بتركب على الجهاز وبيبقى سعرها مش غالي. كمان التشارجر نفس الشيء، البطاريه كمان بتتغير ومش غاليه وموجوده في الشركه. فاذا انت مع جهاز زي ده وهو لسه نازل جديد في السوق، انت مطمن او مش قلقان ان يحصل مشكله وما تعرفش تصلح الجهاز زي ما بيحصل مع بعض الشركات. كمان بيجي معاه الجزء اللي هو الستاند ده، وبصراحه حاجه برده سيليكون محترمه قوي. انا سعيد بالكواليتي بتاعه الحاجات دي. يعني الحاجات دي غالبا مع المواتير الصيني او المواتير في الفئه السعريه الرخيصه او المتوسطه بتكون متكروته، بتكون حاجات هارد ومش بالكواليتي ده. فانا سعيد قوي بان الملحقات بالجوده دي، والجهاز نفسه الماتور نفسه بصراحه اكثر من ممتاز وانا معجب بيه جدا. طيب تعالوا بقى نركب الماتور ونشوف طريقه الاستخدام بتاعته. طيب ده الماتور بتاعي، بيجي بالمنظر ده، وبتبقى الهاند بيس منفصله او الكونترا انجل منفصله. زي ما قلنا دي كونترا انجل 1 تو 1، فموجوده في السوق ماليه الدنيا، واي كونترا انجل 1 تو 1 بتركب على الماتور فمش قضيه او مش مشكله كبيره. ده شكل الكونترا زي ما قلنا الجير بتاعها 1 تو 1.
مشاكلها اقل كتير من الجيرز اللي هي اللي بتكون غير ال1 تو 1 زي الواحد ل8 او الواحد ل16. طيب بتركب على الموتور في الجزء ده وبيكون ليها ايه اسهم علشان او بروز معدني زي كده علشان تركب بشكل صحيح عشان ما تركبش بوضعية غلط. تمام كده خلاص دخلت. في هنا بوش بوتن للفايلات، ممكن تركب الفايل من غير ما تضغط على البوش بوتن ولكن لازم تدوس على البوش بوتن وانت بتشيل الفايل. الجهاز بيشتغل من الزرار ده كده. تمام. من الحاجات الجميلة قوي اللي خلتني اصلا عشقت الموتور ان انا ليفت هاند دينست، انا بستخدم ايدي الشمال، وزمان اي وايرلس اندو موتور مسكته زي ويزمي كنت بضطر ان انا كل شوية اقلب كده عشان اشوف السكرين مونيتور، ولكن في جهاز مخصص للليفت هاند دينست او في اوبشن مخصص ليفت هاند دينست انا بقدر امسك الجهاز بالطريقة دي وللسكرين انا قلبها او انا عاملها للليفت هاندد من الاوبشنز اللي هوريها لكم دلوقتي. اذا دي حاجه لطيفه قوي او لمحه لطيفه قوي عملتها الشركه انها تمت بوجود ليفت هاندد دينست وعملت الاوبشن دوت. الجهاز بيجي فيه 10 برامج من بي 1 لبي 10. تمام. بتظبطهم على الاوبشنز اللي انت عايزها سواء السرعه اللي هو الار بي ام او التورك اللي هو نيوتن بير سنتيمتر، وبتتحكم في نوع الحركه فورورد ولا ريفرس. والجديد بقى في الموتور ده او الحاجه القيمه قوي اللي بيقدمها الموتور ده انه بيقدم ريسبروكيشن في فئه سعريه قليله جدا او متوسطه، ان انت ممكن تعمل هنا كده تجيب الاو تي ار ده اللي هو الريسبروكيشن، وكمان بتتحكم في الزوايا بتاعته. يعني انت هنا ممكن تتحكم في الزوايا بتاعت الريسبروكيشن تعدلها زي ما انت عايز. لو ضغطت ضغطة مطولة كده ممكن تتحكم في الصوت توطيه وتعليه. تتحكم في الزوايا بتاعت الريسبروكيشن، عايز تخليها مثلا 180 60 180 70، عايز تغير ال 180 دي اصلا تخليها اي زاوية تانية 160 وليكن 70، فانت ايه الزوايا هنا ادجستبل ودي حاجة ممتازة قوي. البلوتوث كونكشن كنت سألت عليه الشركة قالوا ان هو للفوت كنترول ولكن مش متفعل في الجهاز او انا مش معايا الفوت كنترول دلوقتي. كمان ممكن تظبط المود بتاع الابيكس لوكيتور يشتغل مع الابيكس لوكيتور زي ما قلنا لما تعمل كونكت. الاوبشنز اللي هنا بتتنقل على المونيتور بتاعه الابيكس لوكيتور وهوريكم الكلام ده دلوقتي. ممكن تعمل ريسيت من هنا، وطبعا ممكن زي ما قلت لكم الرايت والليفت هاندد هنا كده بقى للرايت هاندد دينست. تمام. ولما بعمل العكس لا كده قلب لي ايه الليفت هاندد دينست. تمام. كمان ممكن تعمل اوتو كولابريشن من الاوبشنز هنا. يبقى دي اهم الحاجات اللي موجوده فيه. طيب انا خلاص اول مره امسك اندو موتور، ايه اللي المفروض هعمله فيه او هستخدمه ازاي؟ اول حاجه طبعا بتظبط البرامج بتاعتك، يعني البي 1 غالبا او اول برنامج عندك بيكون للاورفيس اوبنر بتاعك، فهتلاقي اغلب الاورفيس اوبنرز بيشتغلوا على ار بي ام متوسط وتورك عالي. يعني مثلا في الحاله اللي عندنا دي ممكن نعمل بس الموفمنت فورورد. تمام. وبعدين تعمل التورك وليكن 3 هيكون مناسب لاغلب الاورفيس اوبنرز الموجودين في السوق، وتعمل مثلا السبيد على 250. السبيد بيتحكم فيه من غير ما تظلل اي حاجه، يعني انت بتتحكم في السبيد من البلس والماينس هنا. عايز بقى تتحكم في التورك بتدوس اس وتجيب التورك وتبدأ تتحكم فيه. عايز تتحكم في نوع الحركه فورورد ولا ريفرس بتدوس اس كمان مره كده ترجع تاني الاوبشنز او التحكمات بتاعتك في السبيد. تمام. بعد كده لما بتظبط الاوبشنز بتاعتك مثلا بي 1 الاورفيس اوبنر، بي 2 مثلا الجلايد باس فايل او الباس فايندر، ممكن تظبط البي 3 مثلا لفايل هتستخدمه مثلا زي شيبر او فينيشر بعد كده. يعني احنا ممكن نتحكم نخلي هنا ده فورورد هو كمان، ونخلي مثلا التورك بتاعي 1.6 والسبيد 305. ده ممكن يبقى مناسب لفايل شيبر. ممكن اعمل كمان بروجرام بعده للفينشرز بتوعي. طيب انا خلاص ظبطت البروجرامز بتاعتي وهبدا اشتغل، بجيب البرنامج اللي انا هشتغل عليه او اللي الفايل بتاعي هيشتغل عليه وبمسك الهاند بيس واشغل.
طبعا الموتور الحاجه المميزه قوي فيه هنا ان انا اول مره في حياتي امسك موتور صيني او موتور فئه سعريه متوسطه ويكون صوته ناعم وممتاز بالطريقه دي. يعني الموتور صوته تقريبا مش مسموع عادي جدا. يمكن انا هحاول اجيب لكم المايك واقربه منه عشان تسمعوا صوت الموتور بيبقى عامل ازاي. بصوا معايا كده، لو معرفش انتوا سامعين دلوقتي ولا لا، بس يعني صوت الموتور هادي هادي جدا، و يمكن مش مزعج او مش بيحسس، يعني مش مزعج خالص ومش بيحسس المريض ان في حاجة بتتعمل جوه بقه وانت شغال بيه. كمان الحاجات اللي بحبها فيه قوي الريسبروكيشن، وان شاء الله هيكون لنا حلقة نتكلم فيها عن الريسبروكيشن وايه الحالات اللي بحتاج فيها الريسبروكيشن وايه انواع الفيلات اللي ممكن استخدمها مع الريسبروكيشن. هيكون لنا حلقة منفصلة عن الريسبروكيشن بما ان معانا اندوموتور فيه ريسبروكيشن، بس حابب برضو اسمعكم صوت الريسبروكيشن مع الاندوموتور ده. يعني حاجة في منتهى السلاسة، حاجة جميلة جدا ولطيفة جدا. فالموتور ده بصراحة يعني قيم جدا وبيقدم حلول جميلة جدا في فئة سعرية يعني قليلة او متوسطة، فانا من اشد المعجبين بيه. حاجة كمان الموتور دوت لما بتشغله بيبدأ يظهر عليه زي اغلب المواتير الوايرلس اللي هو التورك بار، حاجة زي كده لما بتشغل. فالتورك بار دوت بيبدا يظهر علامه او سهم بيروح ويجي زي اللي ظاهر ده عند الماكسيمم تورك اللي انا ظبطه عليه. فلما بتبدا تشتغل يبقى في ممنع جوه الكنال، بيبدا التورك بار ده يعلى يرسم قدامك ان في تورك او في ممنع بتزيد، ولما بيقرب من التورك اللي انت قايل له الماكسيمم بتاعه بيبدا يصفر لك عشان يحذرك ان الفاير كده في خطر او الفايل كده عرضه للكسر. طيب لو حصل ان انت وصلت للتورك اللي انت قايل له ده الماكسيمم تورك بتاعك او ما تعديش التورك ده، بيبدا يعمل اوتو ريفرس ويرجع من الكنال، يبدا يقف ويعمل اوتو ريفرس ويرجع من الكنال عشان ما يكسرش الفايل. فالموتور ده بصراحه يعني ممتاز جدا، والاوبشنز او الحلول اللي بيقدمها في فئه سعريه زي دي ممتازه جدا. كمان السيليكون سليف ده او السيليكون بروتكتور ده جميل قوي، ان انت ممكن تركبه على الهاند بيس بالطريقه دي وتستخدمه داخل العياده علشان تحاول تعمل ماكسيمم انفكشن كنترول وانت شغال بالاندوموتور. فالسيليكون سليف حاجه او اوبشن ممتاز قوي، بيقلل ان يجي بلاد او يجي سلايفا على الجهاز او يجي اي حاجه من بق المريض على الجهاز. وكمان في نفس الوقت الجزء ده اوتوكلافبل زي ما وريتكم في اول الفيديو، بيدخل اوتوكلاف وبيطلع ما فيش منه اي مشاكل خالص، والازاله بتاعته سهله جدا لانه مرن او السيليكون بتاعه ممتاز، فانت الازاله بتاعته سهله جدا. بس طبعا عشان انا قاعد بصور فانا مش عامل سبورت كويس للهاند بيس، وبتروح قلبه تاني ويتغسل ويتنظف ويدخل اوتوكلاف زيه زي اي اداة في ستيريليزيشن باك في اي اوتوكلاف كلاس بي، ما بيحصلش فيه اي مشاكل خالص، والكواليتي بتاعته ممتازة ممتازة. وبيجي معاك 3 من السيليكون سليف ده، فبالتالي انت ايه ممكن تشتغل 3 حالات مينيمم في اليوم، وممكن كمان تجيب اكتر من السيليكون سليف ديت بحيث ان انت تعمل انفكشن كنترول لكل حالة بتدخل لك. فده حل جميل قوي ان بيجي فيه 3 هدية مع الجهاز، وانت كمان ممكن تشتري اكسترا. الحاجة بقى الأخيرة اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة هو الدول فانكشن مع بوميدنت. الجهاز دوت نفس المصنع بتاع بوميدنت ونفس المصنع، فالجهاز نازل معاه حاجة أو كيبل دول فانكشن. مجرد ما بتعمل كونكت ما بين الموتور وما بين الجهاز بيبدأ يشتغل دول فانكشن. فأنت بتوصل الكيبل من يما في الابيكس لوكيتورز بالطريقه دي، تمام، وبتوصل الكيبل الثاني اللي هو الفردي دوت في الماتور، في كيبل فردي هنا بتوصله في الماتور بتاعك وانت شغال. شوف بمجرد ما وصلتهم على بعض الاوبشنز بتاعت الماتور اتنقلت فين على المونيتور بتاعت الابيكس لوكيتور. طب لو غيرنا البروجرام بص هنا كده
لو غيرنا البروجرام، تورك 1.6، طب البروجرام اللي بعده التورك هنا 4 والسبيد 400. فاذا ايه المونيتور بتاعت الايبكس بقت مشتركة، او بقت بتنقل الاوبشنز اللي موجودة على المونيتور بتاعت الموتور. ولو في فايل جوه الكنال وشغال بيبدأ يمشي معاك، او يبدأ يظهر معاك الفايل تقريبا واصل لفين. ولو عدى الايبكس بيبدأ يعمل اوتو ريفيرس ويرجع، هو بيشتغل اوتوماتيك مجرد ما تحطه على الاورفيس او الفايل يلامس الاورفيس يبدا الموتور يلف، ولما يوصل الايبكس بيعمل اوتو ريفرس ويبدا يرجع. فده اوبشن جميل برضو لو حابب ان انت تستخدمه، ولكن انا شخصيا من الناس اللي بتفضل انها تاخد القرايه منفصله بالايبكس وبعدين ترجع تشتغل بالاندو موتور منفصل. دي كانت مراجعه سريعه النهارده على جهاز ويزمي اندو موتور، وطبعا الدول فانكشن بتاعه مع بومي لند ايبكس لوكيتور. اتمنى تكونوا استمتعتم بيها، ونشوفكم ان شاء الله في مراجعة تانية. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.